بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. هذه دارهم تغيج شجوني، هذه دارهم تغيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون. هذه دارهم تغيج شجوني، كيف حبس الدموع بين الجفون. جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. جودي بالدمع فوق خدي جودي، جودي جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني، يا عيوني يا عيوني. بعدوا والبعاد أمر مريب، أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني. بعدوا والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيقه حملوني. واصلوني دهرا وما كنت أدري، بعد وصل ورحمة يهجروني. واصلوني دهرا وما كنت أدري، بعد وصل ورحمة يهجروني. أيها اللائمون كفوا، ولكن أيها اللائمون كفوا، ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. أيها اللائمون كفوا، ولكن بمصاب ابن فاطم ذكروني. تلك ذكرى بها تغون الرزايا، تلك ذكرى بها تغون الرزايا. وهي من أمهات ريب المنون، هذه الذكرى تركت زينبا تنادي حسينا. فكرك ويا القصيدة. تلك ذكرى بها تغون الرزايا، وهي من أمهات ريب المنون. هذه الذكرى تركت زينبا تنادي حسينا، يا ابن أمي ووالدي روعوني. مرحومة مرحومة العبرة. تركت زينبا تنادي حسينا، يا ابن أمي ووالدي روعوني، خويا روعوني. بعد تركت زينبا تنادي حسينا، يا ابن أمي ووالدي روعوني، غيرتني مصائب الطف حتى
غيرتني مصائب الطف حتى أن من يعرفوني لا يعرفوني. غيرتني مصائب الطف حتى أصبح العارفون بي ينكروني ينكروني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من ليلتين وبحثنا في موضوع مهم، اكتفتوا لي كلي لطبيعتي ألخص ما فات حتى الزوار اللي ما كانوا حاضرين في الليالي الماضية يعرفون بحثنا شنو كان، فلما أكمل الكلام يكون واضح. أما إذا مباشرة أبدي بإكمال البحث من دون الإشارة لما تقدم، الزوار المكان وحاضرين في الليالي الماضية يقول جاي سولف. هذا أول شعار أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله، قولوا لا إله إلا الله شنو شنو تفلحوا. المؤذن كل يوم شي يقول بأذانه، حي على الفلاح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. شنو الفلاح؟ هذا بحثنا هذه الليلة الثالثة في هذا الموضوع. شنو الفلاح؟ شنو تفلحوا؟ شنو حي على الفلاح؟ شنو الفلاح؟ غير نعرف لو بس نسولف، لو بس نردد غير نفهم. زين، هاي الليلة الثالثة احنا في هذا البحث، شنو الفلاح في القرآن؟ ثقافة الفلاح في القرآن. اللي بينت بهذا الموضوع عدة أمور، خلوني ألخص ما فات بدقائق وأبدي أكمل الجديد المقلنا حتى تكتمل الصورة. بس أنتوا ركزوا ياي حتى لما أكمل الفاتكم، وإن كان اختصار يعني بس رؤوس أقلام، بس مع ذلك مفيد مهم. البدينا بي إخواني شنو ثقافة الفلاح في القرآن، البدينا بي من قبل ليلتين بداية سورة البقرة تقول أكو ناس ذولا يستفيدون من الكتاب، ذولا أهل هدى، ذولا أهل تقوى، هاي ثلاثة، ذولا يؤمنون بالغيب، ذولا يقيمون الصلاة، ذولا مما رزقناهم ينفقون، ذولا يؤمنون بما أنزل على النبي. وأعظم ما أنزل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل في 18 ذي الحجة، يعني الولاية، ولاية أمير المؤمنين. باعولي هاي صار في بالي ما أدري. بعد بالآخرة يوقنون، القرآن الكريم يقول ذولا أولئك هم المفلحون. هاي بداية يا سورة، ثاني سورة بالقرآن اللي هي سورة البقرة تقول ذولا مفلحون. فإحنا لما نقول حي على الفلاح كون نعرف من هم المفلحون. زين، بس الليلة هم راح نعرف من هم المفلحون. أحاول الليلة أختم هذا البحث حتى أبدي بغيره. زين، الدور قلت أرد أبين أهمية موضوع الفلاح اللي المؤذن كل يوم يقولكم حي على الفلاح، كل يوم يقولكم. زين، أهمية موضوع الفلاح في القرآن الكريم قلت هذا أبين من خلال أمر متسلسل. شنو الأمر المتسلسل؟ الأحباب وياي ولا وياي؟ شنو الأمر المتسلسل؟ قلت أولاً، باعولي قلت أولاً، هاي بالليالي الراحت قلت أولاً، الله خلق كل ما في الأرض لنا، وجبنا الآية. زين، الله إحنا اللي خلق ما في الأرض لنا، إحنا هم خلقنا لغاية. يعني بعبارة أخرى، الله خلق ما في الأرض لغاية، لو مو لغاية لغاية لكم. زين زين، إحنا ليش مخلوقين؟ القرآن الكريم يقول أنتوا هم الغاية. شنو الغاية؟ قلنا العبادة. ما خلقت الجن والإنس إلا. زين، هنا أنا افتحت قوس، باعولي هذا أنا هذا بديت بيه تسلسل حتى أبين أهمية الفلاح. هنا افتحت قوس، شنو القوس؟ قلت احنا ليش نعبد رب العالمين؟ اسألنا القرآن، القرآن قال ما أدري ست أسباب سبعة بيناها بالليالي الماضية، الإخوة اللي كانوا حاضرين يتذكرون. سدينا القوس،
افتحنا قوس ثاني ما دام يعبدون. قلنا هاي العبادة إلها ثمرات ونتائج وخصائص في القرآن يو لا؟ سألنا القرآن البارحة، بينا يو ما بينا الثمرات؟ بينا 7-8 من القرآن. زين، سدينا هذا القوس، قلنا العبادة مع هذه الأهمية، رب العالمين يقول العبادة هم لغاية، يعني أنتم مخلوقين لغاية وهي العبادة، والعبادة هم شنو؟ لغاية. شنو ذات تذكرون؟ التقوى. أحسنتم جزاكم الله خيرا. وجبنا البارحة الآيات أنه بابا العبادة هم إلها غاية، وغايتها في القرآن قلنا شنو؟ التقوى. هذا البارحة كله بيناها. هسه بدي اختصر، بس مشكلة خافوا الإخوة ما كانوا حاضرين ومشكلة. زين، شلون باعولي؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا، احنا مخلوقين للعبادة، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة حتى توصلنا لمن؟ للتقوى. فإذن العبادة جسر يا مو جسر؟ من خلاله نوصل للتقوى. زين، هسه لعلك تقول وين الفلاح؟ مو تسولف عن هم الفلاح، بتنتظر شوية. زين، لما نجي للقرآن الكريم، القرآن الكريم يقول بابا هاي التقوى اللي توصل لها من خلال العبادة، التقوى هم جسر لأمر آخر. يعني مثل ما العبادة جسر للتقوى، التقوى هم جسر لمن؟ لغاية أخرى. زين يا قرآن الكريم، شنو الغاية الأخرى اللي ما في الأرض خلق لنا وإحنا مخلوقين للعبادة، والعبادة جعلت لمن؟ للتقوى. زين، التقوى هم جسر لشيء آخر؟ يقول نعم، هذا الشيء قد مهم. شنو؟ هكذا قال القرآن الكريم. باعولي، فاتقوا الله يا أولي الألباب. ليش نتقي الله؟ هسه نعبد الله حتى نصير من أهل التقوى. زين، نتقي الله حتى شو نصير؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ما أدري هذا يبين أهمية الفلاح. حي على الفلاح، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يوم ما يبين، ما في الأرض خلق لك وأنت مخلوق للعبادة، والعبادة توصلك للتقوى، والتقوى يوصلك حي على الفلاح. وهاي كلها تسلسلات قرآنية، أنا قاعد أقرأ آيات، ما جبت شيء من جيبي، كلها آيات قرآنية. زين، هذا البارحة هم فتح لي قوس، هنا راح أكمل خلاص، يعني لخصت هاي تلخيص 3 ليالي أو ليلتين، هاي ليلة الثالثة. هذا هم فتح لي قوس، الآية شو تقول؟ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني ربط الفلاح اللي هو مرتبط بالتقوى، والتقوى المرتبط بالعبادة، والعبادة المرتبطة بسبب شنو؟ خلقنا. وإحنا خلق ما في الأرض لنا، هذا كله من خلال أولي الألباب. افتحت قوس، شنو هو القوس؟ من أولي الألباب في القرآن؟ جاوبنا يوم جاوبنا البارحة، بينت 8 مصادق لأولي الألباب في القرآن، ملامح أولي الألباب في القرآن الكريم. هنا كملنا شغلنا لحد البارحة، الآن نبدأ بالجديد، نتوكل على الله. هذا التلخيص، حتى المكان وحاضرين تضحك، شنو بحثنا؟ الصورة، صورة البحث عندهم اتضحت إن شاء الله تعالى. التكملة، خل أقرأ لكم هاي الآية. احنا هسه قلنا التقوى هم المن يوصلك العبادة، وصل التقوى، التقوى وصلك الفلاح. شوفوا الآية الأخرى اللي ما قلتها البارحة، باعولي، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن التقوى يوصل للفلاح يوم ما يوصل، مثل ما العبادة توصل لمن؟ للتقوى. التقوى يوصل لمن؟ للفلاح. بالله هنا باعولي، هنا أرد أفتح قوس وياي، هسه البحث تشعباته كثيرة بس مفيد مهم. هنا أرد أفتح قوس وأسده، هم قرآني، قوس قرآني وأسده وأرجع البحث. الآية اللي قبل هاي الآية اللي تثبت أن التقوى توصل للفلاح،
ربطة المفلحون بأولي الألباب. هنا بيش ربطتهم؟ لا تباعوا لي، ولكن البر من اتقى، تقوى يوصل للفلاح مثل ما العبادة توصل التقوى. باعوا، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هناك ربطت الفلاح بأولي الألباب. هنا باعوا لي، هذا كلام مهم، هنا ربطت الفلاح والتقوى بإتيان البيوت من أبوابها. شلون هناك ربطت الفلاح بأولي الألباب؟ هنا ربطت الفلاح والتقوى والعبادة، مو هو شيء مرتبط بشيء، والعبادة ربطتها بمن؟ بإتيان البيوت منين؟ من أبوابها. زين ما أدري هذا إتيان البيوت من أبوابها يوديك إلى بحث عقائدي عميق يولا. أكو حديث ثابت عند أتباع آل البيت وأتباع غير آل البيت، الحديث ثابت عند الفريقين. الحديث يقول: أنا مدينة كلكم هم حافظي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. هنا القرآن ربط الفلاح بإتيان البيوت منين؟ من أبوابها. ولهذا بسورة البقرة لما القرآن راد يبين من هم المفلحون قال صلاة، قال زكاة، قال إيمان بالغيب، قال الإيمان باليقين بالآخرة في بداية البقرة، قال 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 قال، بعدين ايش خلى شرط إضافي رئيسي أساسي؟ قال بعد: يؤمنون بما أنزل إليك من ربك. وقلنا أهم ما أنزل إلى النبي من ربه 18 ذي الحجة: يا أيها الرسول بلغ ما شنو؟ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني ما بلغت الصلاة، يعني ما بلغت الزكاة، يعني ما بلغت الآخرة، يعني ما بلغت الصيام، يعني ما بلغت الحج، يعني ما بلغت الجهاد، يعني ما بلغت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني 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 يعني. بداية البقرة خلت هذا الشرط الرئيسي أن المفلحين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك. هناش خلت شرط وقت البيوت، نفس النتيجة، نفس المؤدى، نفس النتيجة. يعني ولاية علي وأولاد علي شرط للدخول إلى ساحة الفلاح. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هاي بينها وكملها ابن رسول الله الثامن الضامن لما جاء إلى نيسابور، نيشابور الاثنين صح، وتداك كما يقول المؤرخون، وتداك على ناقته الحفاظ. المؤرخون يقولون، المؤرخون من غير أتباع آل البيت يقولون: آلاف آلاف الحفاظ تداكوا على ناقة علي بن موسى الرضا. وتعلمون بأن لقب الحافظ عند الغير اللي يحفظ 100,000 حديث فما فوق، فهو يعتبر من علية القوم لو من الناس العاديين، ها؟ من العلية. الآن لما تشوفون هذا الكتاب للحافظ ابن حجر، للحافظ كذا الفلاني، للحافظ مو شيء ولا، هذا من الألقاب العلمية عند الغير يسموه الحافظ. كتب التاريخ تقول: تداكوا على ناقة الرضا بالآلاف، آلاف علماء الغير أصلاً تعاركوا وتقاتلوا على ناقة الإمام الرضا بس يردون يشوفون وجه الرضا، جمال الرضا، يسمعون نور الرضا. كلامكم نور. كتبنا وكتبهم تقول: فأخرج علي بن موسى الرضا رأسه من المحمل اللي على الناقة، وقال أحمد بن حنبل يسميها السلسلة الذهبية اللي يقول: لو تقرأ على مجنون يفيق، لو تقرأ على ميت ترجع للحياة. أحمد بن حنبل يقول
قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه علي السجاد، عن أبيه الحسين ابن علي، عن أبيه أمير المؤمنين، عن وهكذا وهكذا، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله. شوفوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الفلاح مرتبط بما أنزل إليك من ربك، ومرتبط بإتيان البيوت منين؟ من الأبواب. الرضا ماذا قال؟ كلمة لا إله إلا الله حصني، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فمن دخل حصني شنو؟ أمن، أمن، أمن من عذابي. سجلوا الحفاظ، يقول طلعوا المحابر يكتبون. مشت ناقة الإمام الرضا خطوتيا، الإمام رجع رأسه ثم أخرج رأسه مرة أخرى، فوضعوا أيديهم على، قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هاي جدي من قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ترى بشرط، والإمامة من شروطها. الإمامة من شروطها، هاي بسورة البقرة موجودة حتى تصير مفلح. وسدخل أقرأ لك الآيات وإن كان قرأتها أول ليلة. باوعوا لي إخواني الله يحفظكم، خلوا أوصل فكرة، كلامنا علمي. باوعوا لي ألف لام ميم، ذلك الكتاب شنو؟ لا ريب فيه، هدى لمن؟ منو؟ الذين يؤمنون بالغيب. باوعوا لي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. شوف، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، مو بس صلاة وصوم وحج، والذين يؤمنون بما شنو؟ وأعظم ما أنزل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. ولهذا لما بلغ النبي ما أنزل قال اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم ورضيت لكم، خلى هذا الشرط. هناش خلى هنا هكذا يقول القرآن، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فربط بين إتيان البيوت من أبوابها وبين شنو؟ وبين الفلاح. مثل ما بداية البقرة ربطت بين هاي الأمور، يؤمنون بذلك من ربك وما زال من قبلك وبالآخرة يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالولاية شرط قرآني ومو شرط قرآني بالفلاح، اللي هو مرتبط بالتقوى، والتقوى المرتبط بمن؟ بالعبادة، والعبادة مرتبطة بمن؟ بسبب خلقتنا. شرط الولاية شرط، القرآن يقول مو أني، القرآن يقول. زين، الآن سمعوني، يا قرآن كريم، هسا احنا عرفنا أهمية الفلاح، حي على الفلاح وثقافة الفلاح فيك، يعني في القرآن الكريم آخر، يا كتاب الله باعولي المفلحون لهم سمات شخصتها، يوم ما إلهم سمات شخصتها أنت كقرآن كريم. يقول نعم المفلحون لهم سمات أنا شخصتها، المفروض تتوفر في من؟ في أهل الفلاح. زين، شنو سمات المفلحين في القرآن الكريم؟ بالله سمعوا، سمع وأحفظوهن، ذني خلوهن ببالكم. واحد واثنين، واحد واثنين، المفلحون في القرآن، واحد هم أهل الإصلاح، اثنين يأمرون بالمعروف وينهون عن هاي من سمات شنو المفلحين شنو في القرآن الكريم. فأنتوا إذا تردون تصيرون من أهل الفلاح إن شاء الله تعالى، يا إخوة هاي السمات كون تتوفر فيكم، يعني خيكون ببالكم أن نكون واحد من أهل شنو؟ الصلاح والإصلاح. اثنين شو نسوي؟ نأمر بالمعروف بس بشكل صحيح، وننهى عن المنكر بس شنو؟ بشكل صحيح.
لأن إذا ما تؤمر بالمعروف تنهى عن المنكر بشكل صحيح راح تخرب أكثر مما شنو تعمر، راح تضر أكثر مما شنو تنفع. بالبداية الإنسان كون يتعلم شنو الأمر عن المنكر بعدين يأمر بينها، أما إذا ما تعلم هذا يخرب. هاي وين بالقرآن الكريم أنه من سمات المفلح؟ يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى الخير، إلى الإصلاح. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أقول لكم قضية هسه قبل لا أكمل، جت فد نكتة قرآنية ببالي خلي أقولها حتى هم أخليها محطة استراحة للي يبحثون عن حقائق القرآن الكريم. إخواني، أمة في القرآن أمة تستخدم لعدة معاني مصاديقها كثيرة. مرة باعولي الأمة المجتمعة، المجموعة المجتمعة على رأي واحد تسمى شنو؟ أمة. مرة ثانية مو المجموعة، النفر الواحد يسمى شنو؟ أمة. مثل منو؟ إبراهيم، أمة قانتة. بعض الأحيان الأمة تستخدم لفترة زمنية، والذكر بعد أمة. هذا الساق اللي يوسف قال له اذكرني عند ربك فأنساه، يقول والذكر بعد أمة. بعد أمة يعني شنو؟ يعني بعد فاصلة زمنية. القرآن يسميها أمة فترة مصاديق الأمة في القرآن كثيرة. هنا يقول ولتكن منكم شنو؟ أمة. يا إخوان، بعض الأحيان واحد مصلح يأمر وينهى يكون شنو؟ يكون أمة كاملة بحساب أمة. ولهذا ألفت نظركم إلى نقطة قرآنية. هسه الآية مع الأسف أنا ما محضرها لأن ما كان ببالي أقول على المنبر، الآن جت ببالي. إن لم تخن الذاكرة لوط عليه السلام أو نبي آخر، يقول مضمون الآية: أليس منكم رجل رشيد؟ الله أكبر، الله أكبر. يعني الرجل الواحد الرشيد لو كان موجود في مجتمع يأثر لو ما يأثر؟ الواحد، بحيث النبي قال لهم أنا ما أريد اثنين، أريد إيش كثر؟ آخر. معقولة؟ يعني ما دام أنتم مطبقون على الفساد والإفساد فمعناه القرية ما بيها شنو؟ ولا واحد رشيد. لو كان أكو واحد للمفروض شنو؟ يأثر بمجموعة، ما يصير الناس كلها مو زينة، أقلها فد 20 واحد زينين. فبما أنكم كلكم على الشر معناه شنو؟ المنطقة ما بيها ولا شنو؟ ولا إذن بثقافة القرآن الكريم الواحد يأثر لو ما يأثر. فلا تقول أنت الآن، إحنا نقول يا با عدلوا الوضع، رتبوا الأوضاع، يقول أنا واحد إيش أقدر أسوي؟ غلط هاي الحكاية، غلط. أنت وحدك تقدر شنو؟ تأثر، تقدر تأثر وحدك، تأثر وحدك. بس إحنا ما تحكمنا ثقافة القرآن الكريم. أقول لكم جت ببالي نقطة قرآنية ثانية هم ما محضر لها بس جت ببالي. جالوت وهوسة جالوت، جالوت ذول العمالقة أصحاب السلاح والقوة، وبنو إسرائيل قالوا لا طاقة لنا اليوم شنو بجالوت وجنوده، ما نقدر، منو يقدر الجالوت؟ أمة تصيح ما نقدر الجالوت. إجا داود بيد أحجارة، ما جالوت توقع أحجارة، قال وين هذا؟ خابصين الدنيا بكلها خايفة منه. قالوا هذا شال الحجارة ضربه، الحجارة جت بمكان قاتل، وقع جالوت شنو؟ مات، هلك. لما هلك انكسر جيشه يوم ما انكسر؟ ذيك الإمبراطورية العظيمة راحت يوم راحت، كسرها منو؟ رجال واحد، واحد عنده ثقة بنفسه ومرتبط بالله، كسرها يوم ما كسرها. فلا تقول الواحد شي يسوي بثقافة القرآن، غلط هاي الحكاية. انت بوحدك تقدر تسوي، ختكون عندك ثقة بنفسك، اشتغل، لا تصاب بالإحباط، غلط. ماكو بثقافة الإسلام لا للإحباط، ماكو إحباط، كون نشتغل. أنا أحد العلماء قال لي حكاية، قال احكوا لا تعبون، قال لا تعبون احكوا. قلت لو حكينا يأثر؟ قال أنت اكتب هذا تعبيره، قال أنت طينة ضربها على الحائط حتى إذا تعبير العراقيين ما تلزق على الحائط، تطيح بالأرض، لكن يبقى أثرها بالحائط لو ما يبقى. هذا الأثر هم زين، هذا الأثر هم شنو؟ زين.
اشتغلوا ولو على الأثر هم ما يخالف. كلام يأثر. يوسف رادوا يقتلوه لو ما رادوا يقتلوه؟ واحد من أخوته قال لا تقتلوه، واحد انقتل يوم ما انقتل، من قتل يعني الحكاية أثرت يوم ما أثرت، أثرت. موسى راد يقتله فرعون ما راد يقتله؟ مرة قالت له لا تقتله، مرة قالت له خلي هسه أنا وياك أولاد ما عدنا، خلي ولد نتخذه أنا وياك ولد. عوفة قرة عين إلي وإلك. الحكاية أخذت مفعولة يوم ما أخذت، موسى بقى يوم ما بقى. حكاية من مرة أثرت. زين هاي الحكاية من مرة لما أثرت غيرت تاريخ كامل يوم ما غيرت؟ ها والله غيرت تاريخ. حكاية من امرأة غيرت تاريخ كامل. فلا تقول انا حكايتي شو تجيب، تجيب. اهل الفلاح في القرآن اهل الاصلاح، اهل الفلاح في القرآن اهل الامر بالمعروف والشنو. فكل واحد منكم يكون يشتغل حتى يصير مفلح، مو بس احنا نشتغل، كلكم كنتم تشتغلون. أتمنى هذا الكلام يأخذ مفعوله على أرض الواقع، أتمنى، أتمنى. هسا إذن للمفلحين سمات في القرآن الكريم، صحيح؟ ها؟ أول سماتهم وثاني سماتهم شنو؟ إصلاح. اثنين شنو؟ أهل أمر بالمعروف ونهي. طبق ببيتك، طبق ببيتك، طبق على أولادك يا أخي، طبقه طبقه، جرب. الغلط غلط والصح صح، جرب جربوا، اتعبوا على تربية أولادكم. مثلا ما يقدر يغير بالشارع خي يغير ببيته، الما يقدر يغير حتى ببيته هذا فاشل. تشينوا عليه ما يقدر. بعد ثلاثة باعولي باعولي، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حتى المؤذن يقول لك حي على الفلاح. من هم باعولي؟ تقول الآيات يحبون من هاجر إليهم إلى أن تقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فقر، ثم تقول فأولئك هم المفلحون. يعني أهل الفلاح أهل الإصلاح، وأهل الفلاح أهل الأمر بالمعروف والنهي عن ال، وأهل الفلاح أهل الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل الفلاح أهل شنو؟ أهل ال إيثار أيها الإخوة، إيثار. الآن ذولا شبابنا اللي قاعد يقاتلون من أجل بلدهم، من أجل مقدساتهم، من أجل أعراضهم، من أجل ذولا بهالحر هذا اللي تشوفه أنت وهم بالصحراء، ذولا يستحقون إيثار لو ما يستحقون؟ عوائلهم تستحق أو لا تستحق؟ عوائلهم في أعناقنا جميعاً، صحيح يولا؟ المفروض كل واحد يقوم بواجبة تجاههم ولو كان بهم خصاصة، حتى الما عندهم يقدر بالمقدار اللي يقدر له. فالقرآن الكريم يقول القضية ترى ما مرتبطة بالأغنياء، أهل الفلاح شوف مو لا مو هاي حكاية مهمة. خاف واحد يقول هو إحنا يعني مو كلش حالتنا حتى ننطلا، والقرآن يتكلم ويا الماعد وبشرك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، بعدين يقول فأولئك هم المفلحون. بتقدر لقدم، قدم، ساعد. بلدك بأزمة، إذا ما الكل يتعاون نقدر نعبر الأزمة؟ ما نقدر نعبرها، الكل كل يتعاون حتى تمشي هاي الأزمة. هسه هذا مورد من موارد الإيثار، باعتبار احنا الآن نعيش هاي الأجواء، وإلا موارد الإيثار كثيرة كما تعلمون، صحيح؟
ما أدري إيش قصار سمات المفلحين في القرآن. ثلاثة أربعة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اللي ميزانه يرجح يوم القيامة هذا شنو؟ مفلح. وعندنا في الروايات الشريفة أكثر ما يخلي الميزان، طبعاً إتيان الواجبات ترك المحرمات، أكثر ما يخلي الميزان راجح يوم القيامة هي الصلاة على النبي وآله. بعد آخر سمة أريد أبينها للمفلحين في القرآن الكريم: الذين يدافعون عن النبي وآل النبي عليهم السلام. يدافع عنهم بمحاضرة، يدافع عنهم بمنبر، يدافع عنهم بكتاب، يدافع عنهم بمقالة، يدافع عنهم بحسينية، يدافع عنهم بإحياء شعائر، يدافع عنهم بإحياء مظلومية، يدافع عنهم بإقامة مجالس، يدافع عنهم، يدافع عنهم، يدافع عنهم. الذين يدافعون عن النبي وآل النبي في القرآن الكريم هؤلاء هم أهل الفلاح. حي على الفلاح، ذولا أهل الفلاح، هاي من سماتهم. وين في القرآن؟ أبين لك وين، أبين لك وين. كل شيء نقوله نجيب آية عليه حتى ما حد يقدر يعترض. بعد القرآن يسكت الكل، ما حد يقدر يحكي قدام القرآن. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فصل حاكم، القرآن حاكم. تقول الآيات: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إلى أن تقول، فالذين آمنوا به، باعولي، وعزروه. شنو معنى عزروه؟ عظموه. شنو؟ عظموه. زين، شنو مصاديق التعظيم؟ التعظيم إلى مصداق ومصاديق. دخل أوضح مثال، باعولي، أني هسه لما أقول لك احترم أبويك، لما أقول لك برهم، البر إلى وجه واحد يو وجوه، مرة تبرهم تساعدهم هذا بر، تحترمهم بر، تأخذ حشايتهم شنو؟ بر. وهكذا مصادق، ما تأذيهم هذا شنو؟ بر. وهاي مصادق البر في الغالب، تقبل إيدهم شنو؟ بر. وهكذا تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وآلهم إلى وجوه عديدة، إلى مصاديق شنو؟ عديدة. شلون أنا أعظم النبي صلى الله عليه وآله؟ واي مصاديق، شلون تعظم النبي؟ إحياء أمرهم تعظيم، احترامهم تعظيم، وهكذا وهكذا. فالذين آمنوا به وعزروه عظموه، بعد ونصروه. زين، أسألكم، نصرة النبي إلها مصداق ومصاديق؟ مصاديق. واي مجالات تنصر بها النبي صلى الله عليه وآله. أكو قضية أنا دوم أقولها على المنبر بس أخليها كمحطة استراحة حتى ما يصير البحث جاف عليكم ويتعبكم. محطة استراحة: مؤسس حوزة قم شيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، مؤسس حوزة قم، مرجع عظيم، هذا قالوا له السنة هاي كانوا يحكمون إيران ذولا الشاهنشاهية وغيرهم، قالوا له السنة ذولا منعوا مجالس الحسين، منعوا مجالس الحسين، كانوا يحكمون إيران كما تعلمون، ذولا السنة منعوا المجالس، ممنوع، وصدروا قرار شاهنشاهي أنه ليقيم مجلس يتعرض للسجن وإلى آخره والملاحقة القانونية وإلى آخره. قال لهم بالله راووني القرار، راووا القرار، ممنوع مواكب، ممنوع مجالس، ممنوع لطم، ممنوع ممنوع ممنوع. تدري قال لهم شيخ عبد الكريم الحائري؟ قال لهم بنص القرار ممنوع طبخ ماكو. اخواني، هذا مؤسس حوزة قم يقول، مواني مرجع يقول، مواني. قال لهم شوفوا القرار ممنوع طبخ شنو؟ ماكو. السنة ننصر الحسين بهذا الشيء، اريد الشعب كله يطبخ للحسين،
شو يريد يقول؟ نقول له بالقرار طبخ انت مذاكر، احنا نريد نطبخ للحسين. هاي نصره يا مو نصره؟ اقول مصاديق عديده، شوف شلون استغلها. ذيك السنه الدنيا كلها طبخت، وصل له الخبر، قالوا له احنا بالقرار ما التفتنا للطبخ. قال لهم حتى لو نلتفت للطبخ يطلعون لنا شغله جديده. ذولا حكي وياهم ما يفيد، خليهم يسوي مجالسهم خلصونا منهم. قال لهم هم يقولهم مصداق ايش يقولون بالحكم ما موجود وهم يسوون نصره ودر حسين. النصره ما له مصداق واحد، مصادق مصادق. محرم واحد يلبس اسود نصره، اخلي لي رايه على بيتي شنو؟ نصره. هاي علامه تؤشر، علامه. هاي ليش قطعه سوداء؟ الحسين انقتل، منو قتله؟ فلان. ليش قتله؟ هو هذا اللي نريد نوصله. هاي الوصل. الزهراء كانت تبكي، ليش تبكي؟ انظلمت، من ظلمها؟ ليش ظلموها؟ وهذا اللي نريده، هذا اللي نريده، رسالة نريدها توصل. زين، تقول لي هذا الجابة على الفلاح، خلي أكمل الآية حتى تعرف الجابة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه هسه تقول لي باوع لي حبيبي، باوع لي هسه شو تقول لي؟ تقول لي أهل البيت ايش جابهم بالنص؟ هاي النبي، شوف تكملة الآية. بالبداية قالت الذين يتبعون الرسول، بعدين تقول الذين آمنوا بعزروا ونصروا، بعدين قالت واتبعوا النور الذي أنزل معه. واتبعوا النور هسه هذا النور سواء كان القرآن الكريم أنزل معه أو العترة الطاهرة، هم نور، اثنيناتهم نور، اثنيناتهم نور. هذا النور اللي أنزل معه مخلف فيكم كتاب الله وعترتي نور. فإذا نصرة النبي وآل النبي وتعظيم النبي وآل النبي هذا شنو؟ فلاح. واتبعوا النور الذي أنزل معه، إيه يا قرآن، النتيجة أولئك هم المفلحون. أولئك هم دول أهل الفلاح، دول أهل الفلاح. ما أدري هسه إيش كثر بهاي السمات موجود بينا، إيش كثر ما موجود، إن شاء الله كلهن موجودات، مو إن شاء الله كل سمات المفلحين موجودة فينا إن شاء الله، إن شاء الله. الله لا يحرمنا من هاي السمات بمحمد وآله. زين، بعد بعد من سمات المفلحين، حتى أختم بعد، من سمات المفلحين في القرآن الكريم واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله شنو؟ كثيرا لعلكم. تدرون أئمتكم ايش قالوا؟ احنا نتشرف الآن بجوار الحسين، تدرون أئمتكم ايش قالوا؟ قالوا الذكر الكثير في القرآن هو تسبيح فاطمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. تسبيح فاطمة إلى ارتباط بالفلاح قرآنيا. يا إخوتنا القضية كبيرة، يا إخوتنا لا تفوتكم هاي السمات، الله يحفظكم. يا إخوتنا استغلوا الفرص كما يقول علي فإنها تمر مر السحاب. يا إخوتنا علي يقول إضاعة الفرصة غصة، غصة. اغتنموا الفرصة رحمكم الله. بعد أداء الواجبات تسبيح الزهراء لا يفوتكم. عندنا بروايات أهل البيت قبل النوم هم تسبيح الزهراء وارد، قبل النوم في روايات أهل البيت موجود. يعني راجعوا الروايات، هسه أنا أقدر أجيب المصادر وياي، بس في روايات الأئمة قبل النوم وارد تسبيح الزهراء، بعد الصلاة الصلوات الواجبة تسبيح الزهراء لا يفوتكم. اذكروا الله شنو؟ كثيرا لعلكم. بعد
بقالي 2 سمات بسرعة بسرعة. الله، احنا هذا الآن بوقته بوقته. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الجهاد ماذا ينتج؟ فلاح. هاي أقدمها لشبابنا اللي يقاتلون يدافعون عن أهل البيت عليهم السلام. بعد التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله لعلكم. زين، بس المشكلة بعد عندي حكي هواي بس الوقت بدأ يضايقني فيه. سمات المفلحين بيناها، بس باعولي الله يحفظكم باعولي. يا قرآن كريم، من هم الذين لا يفلحون؟ هسه من هم المفلحون عرفنا، نريد نعرف منو اللي شنو ما يفلح، منو حتى نكون على بينة من أمرنا. ذني بسرعة أقراهن. يقول القرآن 1، إنه لا يفلح الظالمون. الظالم يفلح لو ما يفلح؟ 2، إنه لا يفلح المجرمون. نستجير بالله. 3، ولا يفلح الساحرون. 4، إنه لا يفلح الكافرون. 5، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أخير شيء أقوله، الأحبة وياي وتعبوا، آخر شيء أقوله، باعولي إخواني، لعلكم تفلحون. كلمة الفلاح جاءت مع لعل، لعل 11 مرة في القرآن. ايش كثر؟ وثلاث مرات بدون لعل. وثلاث مرات شنو؟ زين، ليش بدون لعل؟ للتأكيد على الحتمية. للتأكيد على من؟ على حتمية الوقوع. 11 مرة بلعل، 3 مرات من دون، حتى تبين حتمية الوقوع وحصول النتائج. ولهذا حتى بدون شنو؟ لعل. زين، وين هاي 3 موارد بدون لعل؟ مع لعل قلناها بهالليالي الراحت. بدون لعل، 1، قد أفلح المؤمنون. هنا الفلاح حتمي ومو حتمي؟ بي لعل. قد أفلح 1، 2، قد أفلح من زكاها. يعني اللي يزكي نفسه الفلاح مضمون يوم مضمون؟ مضمون. 3، قد أفلح من تزكى. نفس قد أفلح من زكى. وطبعا لما بدون لعل قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من زكاها، هذا يشير إلى ارتباط الفلاح بالإيمان والشنو؟ والتزكية، وأن الإيمان والتزكية من جذر واحد. التفتوا لما أقول، هذا كلام دقيق بس شرحه يحتاج إلى وقت مفصل، الآن بعد ما عندي شرحه، يحتاج إلى وقت آخر. شلون من جذر واحد؟ إيمان وتزكية. قد أفلح المؤمنون بدون لعل، قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها، هذا له وقت آخر إن شاء الله تعالى. الله يجعلنا وإياكم من أهل الفلاح بالنبي وآله. ما أدري
عادة أصعد فوق المنبر ما أدري عليه من أنعى، أنا النعي ما أحضر له، بس المحاضرة أحضر لها. بس ما أدري يعجبني الليلة ولو بشيء مختصر، لأن مصيبتها طويلة أذكرها ولو بشيء مختصر. يعجبني الليلة أفرح قلب الحسين بذكر فاطمة العليلة سلام الله عليها، وهي باب من أبواب الحوائج إلى الله تعالى، ومعروفة بقضاء الحوائج سلام الله عليها، ونذكرها يم أبوها الحسين عليه السلام. هي هواي تحب أبوها الحسين، وأبوها الحسين هواي يحبها، تحبه ويحبها، ولهذا أبوها كان يخاف عليها، هواي يخاف عليها، ولهذا أبوها قالها ما تجين وياي حبيبتي، ليش ما تجين وياي؟ قالها برانا درب طويل وأخاف عليك، أنت عليلة تحتاجين إلى رعاية، تحتاجين دربنا ما متوفر بي الرعاية، شي يقولها يعني؟ يقولها أنا راح يصير بي ويأخذوا كان سبيات، شي يقولها؟ قالها طريقنا ما متوفر بي الرعاية، أخاف عليك، أنت يبقى بالمدينة، يمك أم البنين، يمك أم سلمة، يمك بعض نساء آل عقيل، يمك يمك، أبقى يمهن، أبقى بالمدينة. طبعاً هاي بعدين قالها، بالبداية الحسين ما قالها، الحسين سوى صاح باسم بنت فلانة، قالهن لما نغراض كان الصبح عندنا سفر ويا صلاة الفجر عندنا سفر. فاطمة ما قالها، فاطمة تدري بأبوها إمام معصوم ما ينسى، زين ليش ما قالها للمغراض؟ ليش جاب الأسماء كل بناته بس هي ما جاب اسمها؟ إيش معنى؟ إيش قام تسوي فاطمة؟ قام تجي لغرفة أبوها تريد تقول لأبويا ألم غراضي أو ما ألم غراضي؟ لما توصل لغرفة أبوها تشوف أبوها تستحي تقول له، ترجع الغرفة مرة مرتين، الحسين يدري بيها يشوفها تأذى عليها. سوى الحسين دز على زينب، قال زينب هاي بنتي فاطمة كسرت قلبي، قالت له شلون كسرت قلبك؟ قالها أنا ما قلت لها للمغراضك فاطمة كنت تبقى بالمدينة، هاي كل ساعة تجيني تشوفني تستحي مني ترجع. قالت له وش تسوي أبا عبد الله؟ قالها نروح أنا وياك الغرفة تنسولف وياك نطيب خاطرة. قالت له ماكو مانع، تؤمر أبا عبد الله، نروح أنا وياك. إجوا لغرفتها شافوا فاطمة بمنظر مؤلم، قاعدة يم مكان غراضها تشيل غراضها، تجمعهن وترجعهن، تجمعهن وترجعهن، تجمعهن وترجعهن، تجمعهن تقول حتى أسافر حالي حال أخواتي، ترجعهن تقول أبوي ما قال لي سافر وياي، زين أنا شنو لام أغراضي؟ فهي تقدم قدم وترجع أخرى. أنتوا في حرم الحسين ها، لا تنسون أنتوا بحرم الحسين، ونبكي على حبيبة الحسين. المهم وأبو علي سمعها تحكي ويا روحها، شو تقول للروحة؟ بعد ساعة ويشدون بضعنهم ويجني غريبة وما أنا منهم، بعد ساعة ويشدون بضعنهم ويجني غريبة وما أنا منهم، جنهم كلهم يشيلون جنهم، والله جنهم كلهم يشيلون جنهم، وبعيني ظلموا حش نزلوا، الله الله، أنا وبعيني ظلموا حش نزلوا، يوم وظل نجد الرايح جاي عنه. بعد شو تقول؟ تسمع أكسر قلب الحسين، بعد شو تقول؟ تقول حقي بالعتب لو عاتبتكم، أنا حقي بالعتب لو عاتبتكم، أنا بتكم هلي لو ما أنا بتكم، أنا بتكم يوم مو بتكم، فهموني، أنا حقي بالعتب لو عاتبتكم، أنا بدكم هلي لو ما أنا بدكم، تخلوني علي لعلى بختكم،
يا بتي خلوني علي لعلى بختكم لو ما مش مشان بقافلتكم اخذوني حال فضة خادمتكم. هاي بنت الحسين شو تقول؟ تقول اخذوني خدامة هم راضية، لا تعتبروني بتكم خدامة عندكم بس اخذوني. ولو ما مش مكان بقافلتكم اخذوني حال فضة خادمتكم. الحسين قالها فاطمة حبيبتي بنيتي انت بنت الحسين انت جدك محمد، بابا لا تكسرين قلبي لا تأذيني بهذا الحكي، انا خاف عليك اخليك هنا، احنا ببرانا درب طويل احنا ببرانا هواي آلام ما اقدر اسولف لك، بويا ابقى هنا اذا صار خير ان شاء الله أدزلك عمك العباسي يجيبك أخوك الأكبر يجيبك، الآن ابقي بالمدينة حبيبتي. قالت لأبويا يعني كون أبقى؟ قالها كون تبقين. قالت لزين طلب أبا عبد الله؟ قال إيش تردين؟ صاحت خلوا عبد الله إلي وأنا إلي. آه ليش بكيتوا؟ عبد الله يكسر القلب، أخليه لليلة عبد الله، أخليه لليلة عبد الله بتشيكم عليه، لأن عبد الله على صدر أبو الحسين. يا جماعة هاي الحفرة اللي بيها الحسين بيها شخصين، بيها الحسين وعبد الله، وبيها راسين مقطوعين، راس الحسين وراس عبد الله. يا مصيبتك يا حسين، وهذا الجبات يبرج لي أنا أبو علي وليدي علي الأكبر أبيه، رزية ما مثلها رزية يا حسين يا حسين. قالت لابويا طلب، قالت فضلي، قالت خلي عبد الله الي وانا الي انا الي قلبي خايف يا اهلي من كربلاء. بويا حسين انت تقول لي رايح الكربلاء، انا كربلاء قلبي خايف منها، من تقول كربلاء قلبي ينعصر حسين، كربلاء بيها سر حسين. قلبي خايف يا اهلي من كربلاء، قالها منين خايف قلبك من كربلاء؟ قلت له من كربلاء قلبي خايف يا اهلي من حارملة. قلبي خايف يا اهلي من حارملة. محمد وآله، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا لا سيما اشف مرضانا لا سيما المنظورين منهم يا أرحم الراحمين، يسر أمورنا. من الله عليه بالعافية بالحسين وآل الحسين. اللهم ألبس مرضانا ثوب الصحة والعافية يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا الله، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، بمحمد وآله الأطهار. اللهم احفظ مجاهدينا، انصرهم على عدوهم يا الله، ثبت أقدامهم يا الله، اربط على قلوبهم بالصبر يا الله، ارجعهم إلينا سالمين غانمين منتصرين يا الله، إلى أمواتهم أموات شهدائهم، أمواتكم أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.